الجميع يترقب اليوم كيف سيكون الرد الإيراني على إسرائيل بعد عملية الاغتيال التي تعرض لها رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران. سيناريوهات متعددة طرحها محللون توقعت شكل الرد، لكن مركز دراسات الحرب والسلام ومقره الولايات المتحدة كشف عن أكثرها رعباً لإسرائيل. المركز رأى أن إيران ستكرر على الأغلب ما فعلته في أبريل الماضي، هجوم شمل حوالي 300 طائرة بدون طيار وصواريخ باليستية وصواريخ كروز توجهت إلى إسرائيل، لكن الهجوم المتوقع سيكون مشتركاً ومتزامناً مع أعضاء آخرين مثل ميليشيا حزب الله والحوثيين والميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسوريا. مثل هذا الهجوم المشترك بين إيران والميليشيات التابعة لها سيكون خطيراً بشكل خاص، لأن الهجوم من اتجاهات متعددة من شأنه أن يفرض ضغطاً أكبر على الدفاعات الجوية الإسرائيلية مقارنة بالهجوم الإيراني في أبريل. علاوة على ذلك، تمكنت الولايات المتحدة وإسرائيل من الدفاع ضد الهجوم الإيراني الماضي بفعالية كبيرة جزئياً، لأن الطائرات بدون طيار الهجومية استغرقت عدة ساعات للوصول من إيران إلى إسرائيل. أما في الهجوم المتوقع فإن الولايات المتحدة وإسرائيل ستكون لديهما تحذيرات وفرصة أقل بكثير لاعتراض الطائرات بدون طيار إذا أطلقت إيران والميليشيات التابعة لها أسرابا كبيرة منها من العراق أو لبنان أو سوريا باتجاه إسرائيل. هجوم مرتقب قد يكون له ارتدادات خطيرة في حال استطاع تحقيق اختراق على الأرض وإحداث ضرر جسيم في إسرائيل. فهل يفجر الهجوم الإيراني برميل البارود